السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بلال الصادق. يلا شباب نحل شوية على الثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن من كتاب المعاصر. افتح كتاب المعاصر، هات التشوز بتاع أول درس في صفحة 34، فانت هات صفحة 34 ويلا بينا. في السؤال الأول في التشوز بيقول in the thermal decomposition reaction the compound decomposed by heat into، هو عايز يعرف هنا الكومباوند هيتكسر بالحرارة، هيتكسر إلى إيه؟ simple compound ولا other compound ولا primary element ولا all the previous؟ طبعا بيتكسر للبرايمري ايليمنت بتاعته. نمبر 2، when we heat mercury oxide. نبدا بقى نركز لو سمحت مع بعضينا كده عشان نعرف نحل. يعني مش بقول لك السؤال الاجابه ايه ولا بي ولا سي، لا انا عايزك تعرف الاجابه جايه ازاي. لما باجي اسخن الميركري اوكسايد عندي سيناريوهات كتير. لو انت حافظ الميركري اوكسايد يبقى انت هتكتب على طول HgO وخلاص، عرفت المعادله بتاعت HgO لما بعمل لها ديكومبوزد باي هيت بتديني HG بلس الO2، وبعد كده بنوزن بنحط هنا 2 وهنا 2. ده الطالب اللي مذاكر وحافظ المعادله وعارف الميركري اوكسايد. واحد تاني بيتفرج عليا يقول لي طب انا مش عارف الميركري اوكسايد ده ايه. طيب مش احنا خدنا المعادلات بتاعت الثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن في حاجه كانت اسمها ميتال اوكسايد؟ هتقول لي اه. خلاص طالما انت عارف الميتال اوكسايد ده لما كان بيتكسر بالحراره بيحصل ديكومبوزد باي هيت كان بيتكسر الى ايه؟ كنت بتقول لي كنت بقسمها كده، فكان بيبقى بيديني ميتال زائد الاكسجين. هقول لك صح، اختار هنا بقى ميتال اللي هو الاسم ذات نفسه اللي هو الميركري، ده الميركري ده الميتال والاوكسايد اهي موجوده، يبقى كلمه ميتال اوكسايد يعني هي ميركري اوكسايد. طالما هيطلع لك ميتال يبقى هيطلع لك الميتال اللي هو الميركري لوحده والاكسجين لوحده. تعال بقى نختار هنشوف، هل بيطلع ميركري اوكسايد ووتر؟ لا. هل بيطلع ميركري اوكسايد واكسجين؟ لا. بيطلع ميركري وهيدروجين؟ لا، بيطلع الميركري والاكسجين. يبقى انت لو السؤال جالك مش لازم يجي لك نمطي ميتال اوكسايد، لا ممكن ميركري اوكسايد، تبقى انت عارف المعادله الالفابيتك وعارف المعادله السيمبل. السؤال رقم 3 بيقول وين كبر هيدروكسايد. الكبر هيدروكسايد برضو عندنا سيناريوهين، طالب حافظ الكبر هيدروكسايد السيمبل بتاعه ايه، وطالب عارف الكبر هيدروكسايد مش عارف رمزه بس عارف ان احنا خدنا حاجه اسمها ميتال هيدروكسايد. الميتال هيدروكسايد لما كان بيحصل لها ديكومبوز كان بيحصل لها ديكومبوز لايه؟ الى ميتال اوكسايد بلس الووتر فيبر اللي هي H2O. يبقى انت هنا محتاج تدور على الميتال اوكسايد، يبقى الكبر هيدروكسايد هيطلع كبر اوكسايد اللي هو CuO، بحيث لو انت حافظ المعادله هيبقى CuOH باي 2 يحصل لها ديكومبوزد باي هيت الى CuO اللي هو الكبر اوكسايد بلس ال H2O اللي هو الووتر فيبر. يبقى انا هنا محتاج اختار كبر اوكسايد ووتر فيبر. هنا كبر كربونيت؟ لا. هنا كبر اوكسيد بس هيدروجين؟ طبعا لا. هنا كبر وهيدروجين؟ لا. هنا كبر اند ووتر، ووتر فيبر لان طبعا احنا بنسخن. يبقى الاجابه نمبر بي. السؤال الرابع بيقول وين كالسيوم كربونيت. احنا خدنا الميتال كربونيت اللي كان السيمبل بتاعه CuCO3 فكان بيطلع لي CuO بلس الكربون دايوكسيد. واحد يقول لي طب احنا ما خدناش الكالسيوم ذات نفسه. طب ما هو الكالسيوم ميتال زي الكبر ميتال، يعني انا لو خليت السي يو دي خليتها سي اي هتطلع لي سي اي او مع الكبر مع الكربون دايوكسيد، هي بدل ما بيطلع سي او هيطلع سي اي او. يبقى انا هنا بعودك ان الميتال ده ممكن يكون اي ميتال، مكان السي يو ممكن يكون اي ميتال، فهنا هدور على الكالسيوم اوكسيد وكربون دايوكسيد. فين؟ ادي الكالسيوم اوكسيد وكربون مونو، كربون مونو اوكسيد اللي هو سي او، هل انا طلع لي سي او ولا سي او 2؟ طلع لي CO2. يبقى الاجابه دي غلط، يبقى الاجابه بتاعتي هتكون الاخيره كالسيوم اوكسيد وكربون دايوكسيد. 5، اون هيتنج كبر كربونيت. الكبر كربونيت اللي احنا كنا لسه كاتبينه اهو CuCO3 لما بسخنه الكالر تشينج فروم كان داخل لونه ايه وخرج بعد التفاعل لونه ايه؟ طبعا الكبر كربونيت كان داخل جرين وخرج بلاك اللي هو CO. 6، موست ميتال سلفيت. السلفيت ال SO4 decomposed when they are heated to metal oxide. وايه؟ احنا قلنا ال SO4 هتطلع لي غاز ال SO3 السلفر ترايوكسيد، ودي جت في محافظه دمياط في 2011. 7، on heating copper sulfate. ادي الكوبر سلفيت CuSO4. انت بتترجم يعني ايه بتترجم؟ يعني الحاجه اللي بتشوفها بتكتب السيمبل بتاعها عشان تعرف تدور على الاجابه. الكالر از فورمد اتكون، هو مش عايز الكبر سلفيت عشان السؤال ده ممكن يلخبط. واحد يقول لي الكبر سلفيت بلو يروح يختار بلو على طول، لا هو عايز يقول نقط كلر از فورمد. ايه اللي اتكون؟ ايه اللي اتكون؟ طبعا كان السي يو او اللي هو البلاك سبستنس.
السؤال رقم 8 بيقول الكوبر سلفيت ديكومبوزد باي هيت اللي هو CuSO4 بيحصلوا ديكومبوزد باي هيت الى CuO بلس SO3. هنا بقى نختار بلاك كوبر اوكسايد اونلي، لا طبعا، سلفر ترايكسايد اونلي، لا طبعا، سلفر دايوكسايد، سلفر دايوكسايد اللي هو SO2 عامل زي كربون دايوكسايد، طبعا ما فيش سلفر دايوكسايد، يبقى الاجابه هتكون البلاك كوبر اوكسايد اللي هو ده مع السلفر ترايكسايد اللي هو ده. 9 سم ميتال نايتريت، الميتال نايتريت اللي احنا خدناه ال NaNO3 كان بيحصل له ديكومبوزد باي هيت يطلع لي NaNO2 بلس ال O2 مع وزن المعادله 2 2، يبقى هنا هيطلع لي ايه؟ كان هنا كان اسمه صوديوم ايه؟ صوديوم نايترايت. طب الصوديوم ده ميتال، يبقى ميتال نايترايت واكسجين، فين الميتال نايترايت واكسجين؟ هنلاقيها اول اجابه. 10 The oxygen gas evolved by heating. الأكسجين بيخرج في حالة احتراق إيه؟ لما بنعمل heating الأني سابستانس للـ HGO كان بيخرج أكسجين، والمعادلة اللي احنا لسه كاتبينها بتاعت النايتريت بيخرج برضو الأكسجين. طيب هدور على الـ HGO، في HGO هنا؟ لا، يبقى مش هختار الـ HGO، هختار الـ NaNO3 الصوديوم نايتريت. نجيب الصفحة اللي بعديها ونشوف رقم 11 الكربون دايكسايد اللي هو CO2 evolves، بيخرج الكربون دايكسايد بيخرج لما بعمل ثيرمال ديكومبوزيشن لمين؟ اكيد طبعا حاجه فيها كربونيت اللي هي الكوبر كربونيت. اون هيتنج صوديوم نايتريت، لما بعمل احتراق لل NaNO3 كلر از فورمد، فورمد يعني اتكون، طبعا كان داخل وايت بيخرج يلوش وايت ابيض مصفر اهو. 13 All the following compounds give black precipitates on heating except. كل المواد اللي موجودة عندي دي اللي هي ABCD لما بدي نحرقها بتديني راسب اسود. طب ما احنا ما خدناش الراسب الاسود اللي هو غير CuO، مين بقى اللي مش بيديني black precipitate او راسب اسود ما بيدينيش CuO؟ في حد ممكن يكون حافظ فهيقول لي ال HGO، تمام، واحد يقول لك CuO، طب ما دي فيها C يو يبقى في سي او، هنا سي او، هنا سي او، دي الوحيده اللي ما فيهاش سي او، تمام، تفكير برضه منطقي، يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط، كلهم بيدوا بلاك سبستانس ما عدا الاتش جي او، كبيخش ريد وبيخرج سيلفر. From the compound which decomposed by heat into metal and oxygen، مين بقى الكومباوند اللي لما بيكسرها تديني ميتال بس واكسجين؟ اكيد ميتال اوكسايد، ميتال اوكسايد. طب الميتال اوكسايد كان رمزه ايه؟ كان الاتش جي او. 15 some metal nitrate decomposed by heat and no gas evolve. الميتال نايتريت اللي هي ال NaNO3 كانت بتخرج لي غاز ايه؟ طبعا الاكسجين، تمام. تعال نحل برضه على thermal decomposition reaction correct underline صفحه 38 من المعاصر، افتحها معايا. نمبر 1 بيقول most metal carbonate decomposed by heat into metal and carbon dioxide. لا، الميتال كربونيت اللي هي كانت CuCO3 كانت بتخرج لي كربون دايوكسيد، طب هو هنا كاتبه لكن كوريكت اندرلاين عايز اللي تحت الخط ده، ما كانش ميتال، كان سي يو او، يبقى كان ميتال اوكسايد، يبقى هنا بدل ميتال بكتب ميتال اوكسايد. نمبر 2 موست ميتال سلفيت، ميتال سلفيت سي يو اس او 4 ديكومبوزد باي هيت انتو ميتال اوكسايد اند نيتروجين جاز. لا، النيتروجين جاز مش بيخرج، احنا هنا كان بيخرج اس او 3، الاس او 3 ده احفظ لي بقى الاسم بتاعه مش صعب خالص، بنسميه الاس اللي هي سلفر، 3 يعني تراي والاكسجين اوكسايد، فبنسميه سلفر تراي اوكسايد SO3. وزي ما حلينا كوريكت اندرلاين، هو الكتاب كان جايب 2 بس على السيرمال، هنيجي نحط بوت رايت والرونج، يعني تعالوا نشوف بقى صح وغلط. تعالوا نشوف كيميكال رياكشن ان ا بروسيس اوف بريكنج اب بوند بتوين مولكيول اوف رياكتانت اند فورميشن اوف نيو بوند بتوين مولكيول اوف برودكت. هل الكيميكال رياكشن بعمل بريكنج، بكسر الحاجه اللي في الرياكتانت وبعمل فورميشن الحاجه اللي في البرودكت؟ صح. Copper sulfate decomposed by heat into black copper oxide اللي هو CuO and sulfur dioxide، لا، CuSO4 قلنا بتطلع لي SO3، تراي مش داي، تراي مش داي، يبقى هنا هكتب غلط، ده في محافظتين ورا بعض. فكوركت بقى، لا، يبقى بدل ما اقول له داي اقول له تراي اوكسايد، طب انا مش حافظ سلفر تراي اوكسايد، اكتب SO3. Some metal nitrate decomposed by heat into metal نايتريت برضو؟ لا، دي بتتكون الى ميتال نايت رايت، يبقى دي غلط، ميتال نايت رايت. افتح معايا صفحة 42 بعد اذنك وتعالى نحل الكمبليت، جايب لك ايكويشن في صورة كمبليت زي ما انت شايف. بص
كتيبة عسكرية كل الناس بتجيبها في المحافظات، يعني إجباري هتجيلك H 2 HGO. دي طبعا الثيرمال ديكومبوزيشن بتاع الميتال اوكسايد، هيديك ايه؟ هيديك ال HG مع ال O2، وطبعا مع الوزن بحط هنا 2. CuOH باي 2 اللي هي الميتال هيدروكسايد، كان بيديك CuO مع H2O. CuCO3 الميتال كربونيت بيديك CuO مع CO2. تمام؟ اللي بعديها NaNO3 هيديك طبعا 2NaNO2 ويخرج لك الاكسجين جاز. CuSO4 هيديك CU وبعد كده يديك السلفر ترايوكسايد. طبعا دي المعادله بتاعت الاير باج، كل ده لسه ما خدناهوش، انا بحل على اللي خدناه بس. السؤال هنا بيقول لك كومبليت اند منشن، قول لي نوع الرياكشن، لازم تقول لي نوع الرياكشن. فهنا كل الرياكشنات دي ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن. ده كده قلت احل معاكم سريع عشان الامتحان مش هرحم فيه حد. شكرا لكم.